ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة التي قامت بها منظمة أم القرى للإغاثة في لإغاثة النازحين في مخيم حسن شام الثالث في نينوى، معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. بداية دكتور، يعطيكم العافية وتقبل الله طاعتكم. حياكم الله سيدي الكريم، مرحبا بكم. يا مرحبا، أهلا بكم. هل تطلعنا أكثر دكتور على طبيعة هذه الحملة التي استهدفت هذه المرة مخيم حسن شام الثالث؟ هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. هذه الحملة سبقتها حملات عدة قدمتها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، حيث تم يعني قبل هذه الحملة تغطية مخيمات الحبانية والعامرية ومخيم الزيبز لنازحي جرفر الصخر، ثم جاءت الحملات الأخرى في الخازر بمخيم الخازر الرئيس الأول وحسن شام الثاني، ووصولا إلى مخيم حسن شام الثالث بقرية سيف دينان. هذه الحملة التي جاءت بتوزيع 240 منحة مالية على العائلات الكريمة النازحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن الجهود الإغاثية في شهر رمضان لإعانة النازحين في مناطق النزوح وفي مخيمات النزوح ولتلبية الاحتياجات التي يحتاجونها ومشاركتهم بفرحة العيد التي ستقدم بإذن الله بعيد الفطر المبارك. نعم، طيب دكتور، إلى أي مدى تؤدي هذه المساعدات دورا أو تساهم في سد احتياجات النازحين والمحتاجين، ولا سيما مع توقف الأعمال نتيجة وباء كورونا؟ هذه الحملات تأتي مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد، يمر بها البلد وتمر بها يعني عموم بلاد العالم الإسلامي. هذه الظروف قد يعني أثقلت كاهل النازحين وغيرهم من أهلنا، ولذلك تأتي هذه الحملات لتخفف عن كاهلهم الكثير من الاحتياجات. هم يحتاجون في مخيمات النزوح إلى الملبس والمأكل والمشرب وغيرها من المستلزمات الأخرى في مخيمات النزوح. تأتي هذه المبادرات لتخفف عنهم هذه الظروف. هم يمرون بظروف يعني مضاعفة، ظرف النزوح والانقطاع عن انقطاع الجهد الإغاثي عنهم، وعندما جاءت هذه الظروف ظروف وباء كورونا والحظر الصحي وحظر التجوال، لذلك انقطعت عنهم الكثير من المنظمات، ولكن منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين دائما تضاعف جهودها في الظروف الاستثنائية وتتحمل ظروف انقطاع الطريق وتحمل مشاق السفر لوصول وإيصال الجهد الإغاثي إلى أهلنا النازحين في مناطق النزوح. وهذا ما أود سؤالك عنه دكتور في الحقيقة، يعني على الرغم من المخاطر المحدقة بالفريق العامل الذي يقدم هذه الخدمة للمواطنين، يعني إلا أنكم تواصلون عملكم، ماذا يعني هذا بالنسبة للنازحين وللمحتاجين؟ هذه الجهود تقع عند أهلنا النازحين بمكان، هم يقدرون الظروف الصعبة ويقدمون كلمات شكرهم وامتنانهم لأن كادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وكادر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية يأتي وقد تحمل مشاق الطريق والظروف التي تكتنف الوباء، ولذلك يعني هم يقدرون هذا الجهد الإغاثي الذي يقدم في هذه الظروف الاستثنائية، وكذلك مع انقطاع الجهد الإغاثي عنهم، ولذلك هم يعني حقيقة مع احتياجهم الشديد مع فرحتهم بما يأتي إليهم هم يقدرون هذا الجهد الإغاثي الذي تقدمه منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين في هذه الظروف الاستثنائية، وكذلك يلامس ويراعي المرحلة التي يمرون بها. فعندما يكون الاحتياج للمواد الغذائية تكون الحملات سلسلة من الحملات الإغاثية بالجهد الإغاثي الغذائي، وإذا لامسنا ووجدنا أن المخيمات تحتاج إلى مستلزمات طبية وصحية نقدم جهد طبي وصحي، وثم بعد ذلك إذا جاءت فترة الدراسة
تقدم منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين جهود إغاثية كبرى في تجهيز المدارس وكذلك تجهيز الطلبة بالملابس بالزي المدرسي والملابس التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. ولذلك هم يقدرون هذا الجهد الإغاثي في هذه المرحلة وأنه يراعي كل متطلبات حياته. شكرا لك دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى.